علم الفلك مملوء بالأسرار والأسرار والأسرار اللي مهما انت عرفت برضه هيبقى فيه لسه الجديد والأعمق لسه ما وصلتش ليه. في أبراج كده صاحبة أسلوب جذاب أخاذ، الخلاصة في النهاية يستحيل أو صعب جدا على أقل تقدير الإفلات من تأثيرها، وممكن مع الوقت توصل إن انت تدمنها. يلا بينا. اهلا باجمل الناس في الدنيا، سريعا كده رحب بيكم، والجديد كالعاده عرفنا بنفسه ورحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. في رمضان بننزل حلقاتنا من 8 ل 9 في الرينج ده يعني، وتوقعوا بقى كل حد يكتب، ما انتوا عارفين بقى ان انا بقرا كل تعليقاتكم، وحد اذكى شويه ينزل دلوقتي في التعليقات يقول لنا اتوقع مين اللي هيجي في المركز الاول. اكتر 7 ابراج في المركز السابع هو برج الجدي، رجل او انثى. الجدي تقيل، واثق واثق، بيتمتع بقدرة فيها نوع من انواع الجاذبية، فيها نوع من انواع الشد، بس لو حط في دماغه وراق، اصل هو عصبي وعنيد، فيبعد عن الحتتين دول كده ويبقى رايق. لو بقى رايق رجل او مرأة حديدية اللي هي الانثى، ممكن مع الوقت مع الوقت تدمن البرج ده. وشئنا اتفقنا اختلفنا، هيبقى من الأبراج اللي عندها أسلوب يستحق الإشادة، يجعل ليها مركز في حلقة النهاردة. هنخش في الجد شوية ونطلع لفوق شوية، نوصل للمركز السادس، نلاقي الحوت، رجل ولا سيما امرأة. نعومية أنثى برج الحوت تحديدا هي اللي بتجعل ليها تأثير قاتل جدا، يصعب الإفلات منه. أنثى ناعمة، وأنثى ناعمة أوي أوي فوق ما تتخيلوا، ومن هذا المنطلق ممكن يكون صعب بقى لما أنت تتعامل بقى فترة مع الحوتية تحديدا، إن أنت تدمنها وتتعلق بيها وتهيم على وجهك بحثا عنها وتردد اسمها وتفكر فيها. ورجل برضو الحوت، وان كان لكل قاعدة استثناءات، في البدايات في البدايات خادع جدا وعنده اسلوب مؤثر جدا، وده اللي بيخليه البرج ده يجي معانا في حلقة النهاردة. في الجد بقى، ولكن كالعادة كده اقول ندوس لايك لو شايفين الحلقة كويسة، نشير توصل لبقية اصدقائنا اللي بيشتكوا بيزعلوا من عدم وصول الاشعارات. الجد 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 في المركز الخامس، مين توقع؟ لازم الجوزاء. الجوزاء بقى احنا هنا دخلنا في الكلام التقيل قوي، الكلام التقيل في موضوع حلقتنا ده الجوزاء، ومعروف قوي، واكيد يعني اللي عنده خبرة بسيطة في علم الفلك توقع ان الجوزاء هيكون حاضر معانا في حلقة النهاردة. أسلوب سريع مش محتاج وقت، كمان ممكن الجدي والحوت محتاج وقت شوية على ما يبان التأثير بتاعه، إنما الجوزاء من البدايات، من البدايات، وزهو البدايات وفرحة البدايات والندم بعد كده على البدايات، مش عايزين ندخل في موضوع تاني. الجوزاء فعلا صراحة رجل وأنثى، وإن كان كمان ممكن الرجل يتفوق، صعب جدا الإفلات من تأثيره، وصراحة صاحب أسلوب جذاب الجوزاء، ولكن رباعي خط القمة أو رباعي خط النار دائما أبراج مميزة في مواضيع الترتيب. يلا بينا نتعرف عليهم. معانا في رباعي خط النار مين توقع؟ هو الدلو الهوائي، لازم الدلو الهوائي. الدلو ده يعني كلامه كده بالمسطرة والقلم والورقة ورايق ودماغه سايباه زي ما بقول، ومركبة نفاسة فوق السحاب، والدنيا تتشال تتحط تولع تخرب. البرج ده برج لذيذ وهادي وثابت، والدنيا الناس كلها بتقول ايه اللي بيحصل، وهو يقول لك هما مكبرين الموضوع كده ليه، هما مكبرين الوضع كده ليه، هما مكبرين القصة ليه كده، الحياة ايزي والموضوع مش مستاهل، ومريح وخادع وقاتل، وعنده اسلوب من الاساليب الجذابه جدا والمريحه. الدلو ممكن وانت بتتعامل معاه تحس ان انت مريض وهو دكتور نفساني،
او هو دكتور نفسي عمال بيسمعك وبياخد منك كده ويمسك بداية الكلام ويربط ويجيب لك مواضيع ويصاحبك حلوة قوي ويوصل للي هو عايزه، وتلاقي اسلوبه كده مريح وفي سلاسة. عشان كده هو برجي من الابراج المحبوبة واللي ليها شعبية، وتلاقيه معروف والناس كده تحب ان هي تلتقي بيه وتحتك بيه وتقرب منه وتقعد معاه وما تشبعش منه. اسلوب يستحيل ويصعب جدا فعلا الإفلات من تأثيره، وإن كان ده حال اللي في المركز الرابع، فما بالكم بالبرج الأقوى في الموضوع ده، البرج اللي بيجي معانا في المركز الثالث. مين توقع الميزان الدبلوماسي السياسي؟ لازم طبعا برج الميزان يكون حاضر، مش بس حاضر في الحلقة، ده حاضر من رباعي خط النار في حلقة النهاردة. وحلاوة اللسان، واللسان اللي بينقط عسل، ويا ويلك من السم في العسل. أكتر أو من أكتر الأبراج القادرة على وضع السم في العسل ليك هي برج الميزان، رجل أو أنثى. تبقى مش طايقاك وتبقى أنت يعني مش نازل لها من زور، وتحسسك إن أنت البرج ده يحسسك لو حب إن أنت لامس السحاب بإيديك، وفجأة يسيبك تقع على جدور رقبتك تتكسر وتتندم ندم عمرك. عادي الميزان ممكن يعملها ويمضي ولا يبالي. من الآخر الميزان بيعرف إن هو ياخد اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، وهذا بالطبع كفيل كفيل جدا ان يجعل اسلوبه جذاب. وصعب جدا جدا الافلات من تأثيره، عشان كده انا احذرك من برج الميزان، خد وقتك قوي، تروق قوي قبل ما تنخدع باللي بيحصل معاك. والنصيحة دي انا هوجهها لك مش بس مع الميزان، مع كل الأبراج اللي بتيجي في حلقة النهاردة، بالأخص بالتحديد رباعي خط النار اللي في حلقة النهاردة. مين بقى اللي في المركز الثاني؟ اللي في المركز الثاني مفاجأة، وأنا واثق إن الأغلب لم يتوقعه. طيب مين توقعه؟ مين يقول معايا؟ العذراء. العذراء شئنا اتفقنا اختلفنا أبينا اتعاركنا ما اتخانقنا هيجي معانا في حلقة النهاردة. ده مش بس كده، هيجي في المركز الثاني، لا مش بس كده، ده هيزاحم صاحب المركز الأول في حلقة النهاردة، والشاطر يتوقع من المركز الأول ويكتب على ما نوصل له. العذراء قرب قوي، دخله في حياتك، ادخل في حياته، ادي وقت للعلاقة وشوف هيعمل فيك ايه. شوف العذراء بذكائه وبجاذبية أسلوبه وبخبرته في المواقف اللي زي دي، وبحبه ان هو يوصل للشيء اللي هو عايزه، وبتحمله وبصبره، هتلاقي نفسك واقع او محاط في النهاية بتأثير خرافي من البرج ده. انت تتعجب ازاي هو بيملك حاجة او بيمتلك شيء زي ده، وتقعد تقول يا ما تحت الساهي دواهي، او يا ما تحت السواهي دواهي. هتقولها مع برج العذراء، ولكن بعد فترة. في البداية ممكن تلاقيه غلبان وهادي وعلى قده، وتكتشف في النهاية اللي انت اللي طلعت على قدك. واه من انثى برج العذراء، اه من قنبلة الذكاء دي حكاية ورواية، وتتعمل لها 30 40 كتاب كده تقعد تحلل صفاتها. ومش عايزين نطول بقى عشان ندي لصاحب المركز الاول دلوقتي حقه. مين توقع متصدر الابراج كلها في حلقة النهاردة؟ اكتر برج او من اكتر الابراج الحرفيا يصعب يستحيل الافلات من تأثيرها ابن الذين، هو العقرب المائي. رأس الأبراج اللي بيجي على رأس الأبراج في حلقة النهاردة متفاخرا ومتباهيا دائما بالمواضيع دي، تلاقي العقارب منشكحة قوي لما نقول لهم حاجة زي كده. هي العقارب كده، مواضيع الجاذبية والذكاء والحاجات دي بتستهويهم قوي، والعمق والغموض والأشياء دي كلها والمتعلق بيها والشبيه بيها يخليهم منشكحين قوي. لذلك كل العقارب دلوقتي اكيد منشكحين ان هم جم في المركز الاول، وهم يستحقوا. ده تأثير فوق تأثير فوق تأثير فوق تأثير، اضرب في اس 15 وشوف الناتج في النهاية اللي ممكن يعمله
برج العقرب، عشان كده كلنا لنا حق ان احنا نخاف شوية، نتروى شوية، نقلق شوية من العقارب، ما هم سهلين ابدا، وخاف ان انت تقع في الاسر. على فكرة بقى، الابراج دي كلها تحديدا رباعي خط النار، ابراج تتمتع بلذة الأسر، لذة الأسر في أسلوبها، لذلك هي بتحب المواضيع دي وبتحب إن هي تكون كده. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة، أنا بقرا كل تعليقاتكم، عجبتكم ندوس لايك نشير توصل لبقية أصدقائنا. قنواتنا التانية عندنا قناة مهمة أوي للفضفضة، الانستجرام، الفيسبوك، اللايفات، كل ده في وصف الفيديو أو في التعليقات. وأي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد أبو زيد نصاب، اعملوا له إبلاغ على طول، وإن شاء الله موعدنا بكرة.